تحرك جاد ومصيري وحتمي. عبارة قالها زعيم الحوثيين معلنا خيارات لا سقف لها قد يتوقف عليها حال اليمن الآن ومستقبله لعقود قادمة، بنبرة عالية لا تخلو لغة الجسد فيها من التهديد والوعيد. أكد الحوثي على أهمية الحوار واتفاق السلم والشراكة، إلا أن استباحة القصر الرئاسي ومقر عسكرية وحكومية وقبلها شوارع العاصمة صنعاء تشير إلى أن القوة هي من تهيمن على اليمن وليس الحوار. فمنذ 21 من شهر أيلول سبتمبر الماضي تفرض قوات الحوثي سيطرتها على أهم مراكز الدولة. القصة بدأت بدعوى حماية مؤسسات الدولة، إلا أن الغايات تعدت ذلك إلى سيطرة شبه كاملة على مرافق الدولة، الأمر الذي دفع مسلحي الجماعة إلى اقتحام مقر يفترض أنها تحظى بحماية مشددة نظراً لحساسيتها مثل أجهزة الاستخبارات والأمن السياسي والقومي وألوية الصواريخ والقصر الرئاسي رمز الجمهورية، وكل ذلك تم دون أي مقاومة تذكر. ردود فعل دولية وصفت بالهزيلة مقارنة بتسارع الأحداث على الأرض. مجلس الأمن خرج من اجتماعه مندداً ومؤكداً على أن عبد رب منصور هادي هو الرئيس الشرعي. أما إقليمياً فسارع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدعوة لعقد اجتماع طارئ في الرياض، وعلى أجندته وضع آليات لتطبيق المبادرة الخليجية. أما داخل اليمن فلا تزال الصورة غامضة، حيث تعذر انعقاد اجتماع الحكومة الأسبوعي بسبب الظروف الأمنية، بينما دعا رئيس الحكومة خالد بحاح الوزراء إلى الاستمرار في عملهم. أما الرئيس هادي فقد ناقش مع مستشاره عن جماعة الحوثي صالح صماد الاعتداء الذي تعرض له منزله، ويقول مقربون من الرئيس اليمني إن مخاطر عدة تحدق به، فيما ذهب كثيرون إلى توصيف حالته بالإقامة الجبرية حتى تقرر بشأنه جماعة الحوثي أو يحدث تدخل دولي أو إقليمي ينقذ اليمن مما فرض قوات الحوثي سيطرتها على أهم مراكز الدولة. القصة بدأت بدعوى حماية مؤسسات الدولة، إلا أن الغايات تعدت ذلك إلى سيطرة شبه كاملة على مرافق الدولة، الأمر الذي دفع مسلحي الجماعة إلى اقتحام مقر يفترض أنها تحظى بحماية مشددة نظراً لحساسيتها مثل أجهزة الاستخبارات والأمن السياسي والقومي وألوية الصواريخ والقصر الرئاسي رمز الجمهورية، وكل ذلك تم دون أي مقاومة تذكر. ردود فعل دولية وصفت بالهزيلة مقارنة بتسارع الأحداث على الأرض. مجلس الأمن خرج من اجتماعه مندداً ومؤكداً على أن عبد رب منصور هادي هو الرئيس الشرعي. أما إقليمياً فسارع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي إلى الدعوة لعقد اجتماع طارئ في الرياض، وعلى أجندته وضع آليات لتطبيق المبادرة الخليجية. أما داخل اليمن فلا تزال الصورة غامضة، حيث تعذر انعقاد اجتماع الحكومة الأسبوعي بسبب الظروف الأمنية، بينما دعا رئيس الحكومة خالد بحاح الوزراء إلى الاستمرار في عملهم. أما الرئيس هادي فقد ناقش مع مستشاره عن جماعة الحوثي صالح صماد الاعتداء الذي تعرض له منزله، ويقول مقربون من الرئيس اليمني إن مخاطر عدة تحدق به، فيما ذهب كثيرون إلى توصيف حالته بالإقامة الجبرية.